وانواع الرجيم وانواع الدايت دي مهمه جدا علشان خاطر الناس اللي بتعاني من مرض السكر او اللي بتعاني من سمنه او بتعاني من الام المفاصل. لازم نتكلم على موضوع الدايت ده. الدايت يعني وجبه، لكن كل واحد فينا المفروض له وجبه مناسبه لنظامه. طب يعني ايه رجيم ويعني ايه دايت؟ يا رب كده ان كل واحد فينا ينتبه، الموضوع ده مهم جدا. ايه الاهميه بتاعته؟ انا هقول لك دلوقتي، انا عندي سكر، فكلمه ان انا عندي سكر يبقى المفروض ان انا ببعد عن السكريات الجلوكوز او السكروز بالذات، وبهتم جدا بالنشويات او بالسكريات المعقده او السليلوز، وبقلل قوي السكر السكروز، بقلله قوي. وبالتالي انا متعود ان انا اشرب الشاي او القهوه او بشرب اي حاجه بسكر زياده، اول ما الاقي السكر بتاعي ارتفع والدنيا يعني هتبهوأ مني، يبقى لازم ان انا اقلل السكر. يا ترى تقليل السكر ده هيفرق معايا؟ هيفرق معايا كتير جدا، هيفرق معايا كتير جدا. السكر لوحده ولا السكر والدهون؟ طبعا السكر والدهون. لو انا مشيت على نظام دايت صح، يبقى انا عندي سلطه خضراء فيها خس وجرجير وجزر وبصل، طبق 400 جرام، وعندي قطعه بروتين لا تزيد عن 100 جرام، وعندي شويه لبن رايب او زبادي لا يزيد عن 100 جرام، وعندي شويه نشويات لا تزيد عن 200 جرام. ده لو بايه ماشي صح. في ناس بقى عامله دايت جميله، كل واحد منزل دايت على الفيسبوك او اليوتيوب، واحد منزل دايت مثلا بيقول انا عندي دايت الكيتو، ودايت الكيتو ده بياكل دهون بس. واحد تاني منزل دايت كربوهيدريت، ما بياكلش كربوهيدريت، يعني نشويات لا، يعني كل حياته شويه سلطه خضراء خس وجرجير وجزر وبصل وحته بروتين. في واحد تاني منزل دايت بروتين وبيقول انه ما بياكلش البروتين خالص. في واحد بيقول انه معلقه سكر واحده تنقص المناعه 50%، وانا ما اعرفش هو جاب الكلام ده منين، وما عندناش تحليل واحد فقط يحدد المناعه. يعني ايه؟ يعني كل نوع من الامراض المناعيه له تحاليل. يعني مثلا مرض السكر ما هو مرض مناعي بس له تحاليل، سكر صايم فاطر، نسبه الانسولين في الدم، سي بيبتايد، حاجه اسمها جلايكيتد هيموجلوبين، في 10 تحاليل بنعرف منها مستوى السكر في الدم. طيب يبقى دي تحاليل مناعه السكر. في تحاليل مناعه ثانيه للروماتويد، بنعمل روماتويد فاكتور اي ان اي، بنعمل حاجه انتي سي سي بي، بنعمل كالسيوم، بنعمل يوريك اسيد، دي تحاليل اسمها تحاليل الروماتويد. في تحاليل مناعيه بتاعه مرض الذئبه الحمراء، بنعمل له انتي دبل سترانز دي ان اي، بنعمل له اي ان اي، وبنعمل له سي 3 وسي 4، وطبعا صوره دم، ونشوف ايه الاعضاء اللي شاكين فيها، بنعمل لها ايمج او فوتوز. ما عنديش بقى انا حاجه اسمها تحليل مناعه لجميع الامراض او مستوى مناعه الدم، لان كل مرض له تحاليل المناعيه بتاعته. هنستعرض دلوقتي مع بعض امراض كتير مناعيه، وكل مرض له الايه التحاليل المناعيه بتاعته. لكن انا عايز اقول لك عليه ان تحليل الدايت، تحليل الكيتو، في واحد منزل دايت اسمه دايت مثلا القرف. دايت القرف ده بيقول ان انت تاخد في كل يوم حاجه واحده بس، النهارده جوافه بس، بكره مانجا بس، بعده موز بس. طبعا ده اسمه موز، يعني اسمه رجيم القرف. رجيم القرف ده هيخلي المعده تقرف وترجع او تسهل، وكده هيكرهك في الدنيا كلها. طبعا الكلام ده مش منطقي، لانه بينجح في اول ايام، بعد كده خلاص بيفشل، لان النفس البشريه ما بتطقوش. النفس البشريه تمل من الشيء الواحد. يبقى رجيم الطعام الواحد ده رجيم فاشل جدا، واي حد جربه قرف وبطل رجيم. في عندنا بقى يعني حاجه بنسميها تدبيس المعده. هل تدبيس المعده ده مجزي؟ طبعا الحالات اللي جات لي على مدى مش عايز اقول ال 15 20 سنه اللي فاتوا، الناس اللي دبسوا المعده والعمليه صح او عملوا بالونه في المعده نجحوا بنسبه رهيبه. يعني في ناس نزلوا 60 كيلو في 5 6 اشهر. ما دام حط بالونه في المعده وكبرت وشغلت المعده هو مش عارف ياكل. كانت مصيبته كلها انه يقعد ياكل 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 وما فيش حد يقول له اسكت، دلوقتي مش عارف ياكل. فاصبح الجسم بيدوب الدهون اللي عنده. اذا كان الجسم مش قادر ياخد على الطاقه بتاعته من الاكل اللي جاي، يضطر يدوب ده لغايه ما يخلص الدهون خالص،
اللي عنده 110 كيلو دهن زياده و120 كيلو دهن زياده، زياده بيجي لناس 160 و180 و220 كيلو. فالناس دي لازم تعمل تدبيس معده، مش هينفع معاها نظام ان انا اقللها كيلو 2 كيلو، ما ينفعش. ايه اعراضها الجانبيه؟ اعراضها الجانبيه طبعا القرف، الملل، الاجهاد، انه الانسان قرفان من الدنيا كلها كذا، بس دي اعراض لازم نتحملها عشان نعدي المرحله. زي ايه؟ اما تقول لي ايه اعراض الحمل يا دكتور؟ الحمل واحده حامل في اول 3 اشهر بترجع وقرفانه وكارهه زوجها وكارهه بيتها وكارهه تشم ريحه الاكل ومش طايقه ريحه الاكل، مش دي اعراض؟ حلها ايه؟ حلها انها لازم تتحمل هذه الاعراض لغايه لما الاضطراب الهرموني الناتج عن بدايه الحمل يقل شويه في الشهر الرابع والخامس. والعمل العمليه ده يا دكتور بيقدر يمارس الرياضه بشكل طبيعي؟ اللي عمل العمليات دي لو عنده اراده يقدر يمارس رياضه بشكل تدريجي. شكل ايه؟ تدريجي. يعني ايه تدريجي؟ يعني النهارده العب 5 دقائق، بكره هلعب 10 دقائق، بعده العب ربع ساعه تلس، لكن لا يمكن امارس بشكل دي ان انا مدبس معده وهنزل العب ماتش ساعه ساعتين من اول مره. ده موت، ده كده هيموت. خلاص؟ يبقى بنقول انه التدبيس ده في حالات خاصه، وهي ان الانسان نمره واحد فوق ال 160 180 كيلو عنده اكتر من 60 80 كيلو زياده. نمره اثنين تدبيس المعده ده بنرجع له في حاله ما تفشل معه النظم العاديه. هو في نظم تخسيس عاديه؟ ايوه. يعني في ناس جات لي وكان وزنها 160 كيلو، النهارده بقى وزنها 100 كيلو 105، وفي ناس نزلت ل 95 كيلو. تنزلها 60 كيلو؟ اه والله العظيم. 60 كيلو في قد ايه؟ في 6 اشهر. ازاي الكلام ده؟ يعني في الاسبوع 2 كيلو؟ اه في الاسبوع 2 كيلو. ازاي؟ طبق سلطه خضراء كبير قبل الاكل، خس وجزر وجرجير، حله سلطه قبل الاكل، قبل الاكل. بيربط حزام عريض على بطنه فوق الفانيلا او فوق الملابس الداخليه، يربط حزام عريض او اتنين، بيتمشى كل يوم، بيزود كل يوم المشي 5 دقايق، واقسم بجلال الله 60 كيلو في 6 شهور. فمهم جدا يبقى المريض عنده اراده، لان المشكله كلها في الاكل اراده. يعني ايه اراده؟ يعني اذا المريض عنده اراده هيخس، ما عندوش اراده من اول اسبوع هيخسع ويرجع، لان الاكل ساعات في بعض الحالات بيبقى مرض، وخاصه للي بياخدوا ادويه نفسيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا مهندس عبد العزيز رمضان، مدير المكتب الهندسي وعضو نقابه المهندسين المصريه وعضو جمعيه المهندسين الكويتيه. هاخدكم في جوله سريعه هكلمكم فيها عن احد المشاريع اللي شاركت في تنفيذها، وكان من اهم المشاريع واشهرها في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي، وكمان في مفاجاه هقول عليها في نهايه الموضوع. انا مهندس مدني، وفي عام 2006 سافرت السعوديه، هناك شاركت في تنفيذ مشروع الساعه. المشروع كان عباره عن برج الساعه وحوله مجموعه من الابراج، وانا شاركت في تنفيذ احد هذه الابراج. والحقيقه ان برج الساعه مر بعده اقتراحات لحد ما وصل للشكل الحالي. وفي عام 2016 استقريت في مصر وبدأت في العمل الحر، واستجابة لشعار هي نعمل اللي رفع علمنا الجليل الدكتور جودة محمد عواد، وبمشاركة عدد من الدكاترة والمهندسين والاستشاريين ومكاتب هندسية ذات خبرة كبيرة في مجال الإنشاءات والتشطيبات، اتفقنا على عمل عدة مبادرات. المبادرة الأولى ارتب شهادتك بساحة التكلفة، المبادرة الثانية ابني شهادتك بساحة التكلفة. وهتستفيدوا إن أي عمل هيتم متابعته من خلال مجموعة من الدكاترة والمهندسين والاستشاريين ومهندسين ذات خبرة كبيرة وبنفس سعة التكلفة. وهيتم تنفيذ المبادرة في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة و6 أكتوبر والفيوم، ويوم بعد يوم هنزود الأماكن، وكل التفاصيل هتكون موجودة أسفل الفيديو. وبالنسبة للمشاريع الكبيرة فإحنا بنرحب بيها وهننفذها في أي مكان في مصر، وكمان بنرحب بالتعاون مع أشقائنا العرب اللي حابين يشتروا شقة في مصر ويشطبوه على الطراز الخليجي. بنرحب بالتعاون مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات في الخليج العربي في مجال التصميم الإنشائي والمعماري. ولو حابين تعرفوا تفاصيل أكتر كلمونا على الأرقام الظاهرة أمامكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.